بسم بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تبتغي مرضيت أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضيت أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله
مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ
صدق الله.